على موضوع الجمهور ابراهيم، بعد موقف جمهور نادي القادسيه مع اللاعبين المحترفين، نعم، اللي بهذاك الوقت اللي كان دور الجمهور يعني اعتقد تجاوز دور مجلس الاداره بمراحل كثيره صراحه، وقدر يوفر مبلغ تقريبا تصور خلال يومين قدر جمهور نادي القادسيه انه يوفر 42 او 43 الف دينار كويتي، حلت لنا ازمه كبيره كنا مقبلين عليه. صحيح ابراهيم، تغيرت مجالس الادارات وتغيرت الـ 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 الاجهزه الفنيه وتغيرت الاجهزه الاداريه وراحوا لاعبين وردوا لاعبين، بقت العلامه الفارقه اللي هو جمهور القادسيه واللي دلل عليها الموسم اللي فات. اليوم كل الجماهير اليوم سوى ديوان الجمهور، جمهور القادسيه سوى ديوان، الكل سوى ديوان. اول من بدا اليوم عاده ما سمعنا احنا جمهور يكرم اللاعبين، ما حصلت يعني، ما حصلت جمهور يكرم اللاعبين، جمهور يكرم افضل لاعب، الجمهور يكرم احسن حارس، اللاعب الافضل اللي سجل هدف. هذا دور عاده يعني تقوم فيه مجالس الادارات تجاه الرابطات تكريم رابط، لكن الروابط اليوم او رابطه القادسيه هي تكرم لاعبينها وهي اللي تساند لاعبينها. اللي اقصد اليوم دائما جمهور نادي القادسيه كان سباق، بس سباق القادسيه سباق في كل شيء، جمهور نادي القادسيه سباق في وقفته مع اللاعبين اللي احتسبت عليه، وكثير من الناس كانوا يعني احتسبت على جمهور نادي القادسيه انها نقطه سلبيه في 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 يعني في تاريخ نادي القادسيه، لكن هي تحسب وراح تحسب وراح تكون وراح يذكرها التاريخ. جمهور القادسيه دائما سباق في دعم اللاعبين، في دعم الجمهور، في تواجده في 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 في, في الملعب، رغم ان انا اتصور او انا افضل يعني او اتمنى اني اشوف جمهور القادسيه اكثر مما هو عليه. ليش ما ابتعد راشد معانا؟ قعدنا كم أنا كنت صغير مع الفريق الاول، جيت الفريق الاول صغير، راشد انا كنت اتابع الفريق 10 سنوات تقريبا، فريق القادسيه ما حقق اي بطوله، لكن شفت الجمهور. محمد بنيان، يعني كل هالمشاكل الاداريه، مو المشاكل الاداريه بالفريق بس، مجلس الاداره، بعض المشاكل اللي يعانون منها، الفراغ اللي ذكرته من قبل شوي بينكم بين مجلس الاداره، ليش محمد بنيان ما يقدم استقالته؟ ليش اقدم استقاله اذا ما في تعاون معك؟ حتى لو ما انا 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 نذرت نفسي للعوز على قولته. جزاك الله خير. انا شغل الرخاء والشغل هذا انا ما ابي، انا شغل الرخاء وهذا ما ابي، انا الظروف هذا اليوم انا اعتقد فريق القادسيه الموسم اللي فات والموسم هذا ما يتحمل استقاله اداريه، الوضع ما يتحمل لا استقاله اداريه ولا فنيه، الوضع ما يتحمل. لكن اذا في خطا وتسكت عنه هم هذه مشكله. وليش ما تصلح؟ وليش ما تحاول؟ ليش ما تحاول انك تعدل مسار معين؟ وانت مو قادر تعدل. تحاول، ليش اترك على قولتهم المركب وخليه وروح باللي وين ما راح؟ ليش؟ ليش ما تحاول؟ ما تعتقد ان البعض يعتقد ان هذه فرصه حق محمد بنيان انه يكون بالصوره، سواء اذا فشل فريق القادسيه بالنهايه معذور، واذا فاز انت تكون بالصوره. كنت اقدر اتكسب على حساب مجلس الاداره في الموسم الماضي واطلع بالصوره زينه واقدم استقاله وافتك من المشاكل مالت النادي واقول لسبب حصلت في مشكله مع احد اللاعبين، وكنت اقدر اتكسب من هذا الموضوع في هذا الموسم، كنت اقدر اتكسب على موضوع معين واقدم استقاله. لان لا لا الموضوع يخصني، يخص لاعب، يخص لاعب ما اقدر اتكلم فيه، يخص لاعب. كنت اقدر اتكسب في هذا الموضوع واقدم استقاله واقول يا جماعه انا سويت كذا والاداره تبي الموضوع الفلاني. لكن انت اليوم واجبك تصلح ولا تترك الامر على ما هو عليه وتمشي؟ الامانه نادي القادسيه طيب. محظوظين في بنيان، الله يطول عمرك جد، انا اكلمك بصراحه، انا عشرت هذا الرجل كلاعب. بلشنا مجامله. لا 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 لا، انا اقول لك جد، عشرته كلاعب سيريس، جاد، اخلاق، يعني عند وجهك كنت ما الله يطول عمرك، واذا احتجته تلقاه وهو لاعب. لكن قشمره، شفت القشمره؟ شفت القشمره؟ ما كانت عنده القشمره موجوده، جاد وهو لاعب. واللي يشوف صورته الامانه في من عادل، في من عادل. لكن اللي يسال عن موضوع استقاله، ليش ما قدم استقاله؟ قلت لك وانا هذا مبدئي، في نص الموسم ما قدم استقاله، اذا انتهى الموسم في امور ثانيه. طيب.